قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي برنابا جوس إنه قد لا يكون مؤهلا للبرلمان بعد إبلاغه بأنه قد يكون مزدوج الجنسية. وأضاف أن مسؤولين في نيوزيلندا أبلغوه الأسبوع الماضي أنه ربما يحمل جنسية نيوزيلندية لأن أصوله تنحدر من هناك. وطلب نائب رئيس الوزراء إحالة الأمر إلى المحكمة العليا في بلاده لاتخاذ قرار بشأن أهليته للبرلمان. يذكر أنه لا يحق للساسة في أستراليا الترشح لانتخابات البرلمان إذا كانوا يحملون جنسية إلى جانب الجنسية الأسترالية.